بسم الله. برنامج جيمب من البرامج القوية جدا، من برامج الأوبن سورس، يعني برنامج مجاني وتقدر تحصل على شفرة الكود بتاعته وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. ولو انت مش مبرمج ممكن تستخدم البرنامج عادي بدون أي رخصة وبدون أي خالص، وتقدر تشتغل بيه في الشركة، ملوش دعوة بالمصنفات نهائي. وهو يعتبر بديل للفوتوشوب، أحسن بديل ليه، مجاني. ودي الواجهة بتاعته، هتلاقيها قريبة من الفوتوشوب، وفي بلاجن أو في أداة بنسطبها بتحول شكله لنفس الشكل بتاع الفوتوشوب. يعني لو أنت حاسب استغراب أو إن أنت مش متعود على الأدوات بتاعتها، مفيش أي مشكلة خالص، بتسطب برنامج بيروح مخليلك الواجهة بتاعة برنامج الجيمب هي نفس واجهة الفوتوشوب. بتلاقي هنا فايل، دي الخاصة بفتح الملفات وقفل الملفات والسيف وكل حاجة. يعني مثلا بقول له نيو، بفتح ملف جديد، كرييت، هعمل اوبن، هعمل سيف، سيف از، ريفرت، يعني هلغي كل التغييرات اللي انا عملتها، خليها على الاخر تسيفة، اكسبورت، اصدرها، بيج سيت اب، بظبط الاعداد بتاع الصفحة، هطبع الخصائص، اديت، ده لو انت عايز تعدل حاجات في اللوحة، يعني مثلا عايز اتراجع، عايز اعمل كات، كوبي، بيست، عايز امسح، عايز ادي لون معين، عايز ادخل في الخصائص بتاعة البرنامج، عايز اشوف الوحدات، سيلكت لو عايز اعمل تحديد لكل العناصر او تحديد لجزء معين او عكس، انفيرت عكس تحديد، او هحدد عن طريق لون معين. الفيو بتشوف ايه، انت محتاج مثلا تشوف الجريد، مش عايز تشوف الجريد، عايز تشوف علامة سيلكشن، عايز تشوف خطوط جريد، عايز تشوف مسطرة، دي الحاجات الخاصة بالايمج، الصورة نفسها، عايز تكبر الصورة، عايز تعمل كروب تو سيلكشن، يعني تقطع اي حاجة بره سيلكشن تقطعها وتلغيها. هنشوف الحاجات دي كلها مع بعض، بس دي نظرة سريعة. الليارات هتحكم هنا في الليارات، اعمل لير جديدة، اخف لير جديدة، اظبط الليارات. الالوان ممكن تخليها لون ابيض شوية، اتفتح، تغمق زي ما انت عايز. دي شوية ادوات، ان انا اعمل زوم، ان انا ارسم باص، ان انا اعمل كولر. دي فلاتر، ممكن اقول مثلا خلي الصورة ابيض واسود، اعمل عليها شوية ضوضاء، اعمل عليها اي تأثير من التأثيرات موجودة هنا. الويندوز ممكن نكون انا اللي هي النوافذ ديت او النوافذ ديت، ابدا افتح نافذه جديده او اقفل نافذه انا مش عايزها دلوقتي. ممكن اقول مثلا اظهر لي اللاير، اظهر لي الشانل، اظهر لي الباص، الباترن. هي اللي بدي الحاجات الخاصه بالمساعده، تقدر اشوف لو انت عايز تعرف اي معلومه. خلينا نقول مثلا عايز اعمل ملف جديد، بيقول عايز تبدا من صفر ولا في تمبليت عايز تبدا بيه، فممكن اقول له انا هشتغل على ورق A4 او A3، الابعاد بتاعتها، هل انت تشتغل بالمليمتر ولا تشتغل بالبكسل ولا تشتغل بالفيت ولا بالياردة. تيجي تشوف الابعاد بتاعتك زي ما انت عايز، وبعد كده اوكي تظهر لي الصورة بالشكل دوت. تبدأ بعد كده ممكن ترسم تدرج لوني بالحاجتين بالشكل دوت، تمام. وبتلاقي عندي هنا الليارات، ابدأ احط لير جديدة لو انا عايز اهوت، وممكن تكتب زي ما انت عايز. عندي اداة تكست احطها واكتب اي حاجة، مثلا جيمب، تمام. وتقدر تتحكم في حجم الكتابة زي ما انت عايز، المقصود ان هو برنامج سهل وبسيط وتقدر تشتغل بيه وتعتمد عليه في شغلك.